كرة مقطوعة عادت من جديد في الطرف الأيسر لمصلحة الأخضر، مرت أمامية، فرصة الآن وجول. جول أول الأخضر، يحيى الشهري، يحيى الشهري يأتي بافتتاح الأهداف لمصلحة الأخضر في وقت مبكر. كرة جاءت خلف المدافعين، عدى فيها وحدة على طول إلى شباك المنطقة الفلسطيني. يأتي يحيى الشهري ابن النادي الاتفاق، يعرف هذا الملعب تماما، واللي يلعب الآن طبعا مع النصر السعودي. يأتي يحيى الشهري يسجل أول الأهداف الخضراء. شوف شوف الكرة عدت صح وعطانا وحده. أوه صعبة صعبة هذه، جاءت في الشباك وأول أهداف الأخضر، واحد لا شيء، يأتي لمصلحة المنتخب السعودي. شوف في غفلة كانت، لكن الكرة مرت بشكل سليم رغم متابعة أحمد حربي، إلا أن الكرة كانت أسرع واليسارية كانت صح. يا يحيى يا شهري. وعلى ذكرى نهاية شوط المباراة الأول، في مطلع شوط المباراة الثاني، وهذه محاولة والهدف الثاني يأتي لمصلحة الأخضر. السهلاوي يسهلها مع مطلع الشوط الثاني، مع الدقيقة الأولى من أحداث شوط المباراة الثاني، يأتي محمد السهلاوي بكرة رائعة، عرضية مرت، عرضية عدت وصلت إلى الشباك، ويضيف المنتخب السعودي الهدف الثاني. شوف تيسير، وبعد كذا عدت على السهلاوي، لمست برجله، لمست ببطنه، لبست بأي مكان، أهم شيء هي عدت للشباك، وهذا ما حدث للسهلاوي مع الدقيقة الأولى من أحداث شوط المباراة الثاني. هنا الكرة اللي مرت مع الدقيقة رقم 46 أو الدقيقة الأولى، يأتي هنا محمد السهلاوي يضيف ثاني الأهداف لمصلحة المحيدة من التسديدات اللي صدت طبعا ومرت سهلة لحارس المرمى، يمشي كرة عالية أمامية طويلة، هنا رأسية تتحول جول. جول أول للمنتخب الفلسطيني. نعم يسجل، نعم يسجلون، نعم يحتفلون، نعم هم الذين فعلوها في الكرة الماضية، هم الذين سجلوها. هنا الكرة اللي مرت، وهنا الفرحة الكبيرة للجمهور الفلسطيني الحاضر هنا في مدرجات استاد الأمير محمد بن فهد. يسجل هنا هدف للمصلحة المنتخب الفلسطيني. برافو الكرة الماضية، حلوة الكرة الماضية لما عدت. شوف مرت لنا في الجانب البعيد ورأسية هنا. أوه صعبة كانت، لكن شوف وحيدا داخل منطقة الستياردات. تابع تابع شوف، لكن هنا الكرة الماضية. برافو برافو برافو، يأتي الهدف هنا من بابلو برافو، يسجل إذن الهدف الأول لمصلحة منتخب فلسطين. هنا يقلص الفارق اللاعب بابلو برافو، الرأسية الأولى من هاللاعب من عبد الله جابر، لكن من كملها الهدف في لحظة وفي غمضة عين. قد يأتي التعديل أيضا في لحظة وفي غمضة عين. هذه هي الأمور وهذه هي القصة. آخر مبارياتنا اليوم، آخر مبارياتنا في هذه التصفيات طبعا لهذا اليوم طبعا، لكن هي أول مباراة في التصفيات، لكن آخر يوم. خان الجراحيلي يخطئ، نعم 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 نعم، الخطأ اللي كنا نتحدث عنه يأتي الآن، الخطأ اللي كنت أتكلم عنه قبل 35 دقيقة يأتي الآن، الخطأ اللي كنت أتحدث عنه يأتي الآن، يأتي الآن مع الفدائيين، يأتي مع الفلسطينيين، يأتي مع المنتخب الفلسطيني. هذا اللي كنا نتحدث عنه، في أي لحظة ممكن يأتي هدف، في أي لحظة ممكن تستقبل هدف، في أي لحظة. كرة القدم يا جماعة مالها أمان، مالها أمان، كده تعلمناها، كده عرفناها. برافو برافو برافو، الضغط وهنا الروح الكبيرة والعالية والكبيرة جدا تأتي الآن. معتز معتز يأتي بالهدف، معتز يسجل ثاني الأهداف. هذا ما كنا نتحدث عنه، هذا ما نتكلم عنه. تتأخر، نعم أمر طبيعي أن تعود،
ايضا امر طبيعي، لكن الاخطاء لن تعود من جديد بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع. يفرح فلسطين، يفرح الجمهور، يحرك المدرب بالطريقة اللي تمنحه نقطة امام الاخضر، وهذا ما فعله. لعب بطريقة ينتظر من خلالها انه يسجل الهدف الاول والهدف الثاني، وفعلها السهلاوي. جول! جول يأتي للسهلاوي، وكأن الهدف جاء بعد صدمة، كأن الهدف جاء بعد لطمة، كأن الهدف جاء لكي يصحى أكثر وأكثر. والسهلاوي السهل الممتنع، السهل الممتنع، إنه السهل الممتنع، يأتي بالهدف رقم 2 شخصي ورقم 3 للمنتخب السعودي مع الدقيقة 94. يرفضنا السهلاوي، يرفضها السهلاوي أن تنتهي بنتيجة 2-2. يرفض النتيجة، يرفض النتيجة تماما، هو يرفض المسافة، يرفض أي شيء. هو السهلاوي، هو الصعباوي، هو المنتخب السعودي يأتي بثالث الأهداف. هذه الكرة، هذه اللمسة اقتنصها القناص، سهلها السهلاوي، سجلها في الشباك، عد فيها، مر فيها. أي جنون يأتي في الثواني الأخيرة، أي جنون يأتي.